طلباتكم ايه كانت موجوده بالنسبه حاجه يعني او حاجه خاصه بالنادي الاعلاميين؟ الدوري يرجع خلاص احنا موافقين، بس يرجع ازاي؟ اتفضل. اولا الاشتراطات الصحيه كابتن محمد مكلفه للغايه. هم حتى لما قالوا على مبلغ توصل لحوالي 100 مليون جنيه، على فكره المبلغ ده بعيد تماما عن الحقيقه. المبلغ يتعدى 250 مليون جنيه. اذا المبلغ كبير. تخيل الانديه في الدوري الممتاز اللي هي شبه مستقره ماليا وانديه شركات وعندها فلوس تعبانه وقالت ان احنا بنعاني. فما بالك بقى احنا عندنا المشكله ان في ناس فاكره ان الدوري اهلي وزمالك. الممتاز بيها يا كابتن محمد 18 فريق. الدرجه الثانيه 36 فريق. الدرجه الثالثه 167 فريق. الدرجه الرابعه 376 فريق. باجمالي كل فرقه دي 597 فريق. تمام. بيمثلوا بقى ايه؟ بيمثلوا اللعيبه حوالي 17910 لاعب. اولى وثانيه وثالثه ورابعه. 17910 لاعب. منهم 5588 اداري ومدرب. يعني التوتال كله على بعضه 23880 باللاعب ومدير فني. واللي وراه بيجروا في ملاعب كره القدم. واللي وراه ده غير المشاهدين والحاجات دي. تخيل 23880 الف واحد بيجروا في ملاعب كره القدم من اول الصعيد لاسوان لكل حته. لو واحد فيهم بس اصيب تخيل ما مش هيبان بسرعه. ده للاسف هيصاب ومش هيبان عليه الا بعد فتره. اللاعب ده احنا كلنا في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه كلنا في المنطقه الشعبيه واللي جاي من الارياف وفلاحين، فناحيه الوعي بتاعته مش بالقدر الكافي. فتخيل انت هتعمل ماتش ممكن جدا هذه المباراه تكون قنبله موقوته لتفعيل الوباء مره ثانيه. هو احنا بنحاول نحصر الوباء ولا بننشره؟ احنا عاوزين نلعب، طب عاوزين نعمل ايه؟ في اشتراطات صحيه. انا بصراحه اتكلمت فيها اول حاجه اتكلمت فيها قلت له احنا معاكم. الاشتراطات الصحيه ديت احنا معاكم فيها. ومهمه جدا، بس مين يدفعها؟ مين يتحملها؟ ده بند الكمامات لوحدها. الوزاره مش مفروض ما كانش حد هيدفع حاجه لحد النهارده. اتحاد الكوره ما كانش حد هيدفع حاجه لحد النهارده. لحد النهارده ده بند كابتن محمد، بند الكمامات لوحده بند بنسبه كبير بالنسبه للانديه والكحوليات والاشتراطات وحاجات كتير جدا، حتى الميه كل واحد ازازته، يعني حاجات مكلفه. قلت له طب على فكره ده انت لو هتديني دعم 50000 جنيه انا مش عاوزه، اصرف انت ما يكفيش، اصرف انت على الشروط الصحيه وخليني اتفرغ للعب والجزء الفني. فاللي احنا عاوزينه منك انت قال لي عشان عارف ان الموضوع انا برضه يعني في المطبخ. فقال لي اطمن احنا مراعيين ده. قلت له مراعيين ده يعني ايه؟ يعني ما نشيلش هم بصراحه، يعني ورطته. قلت له يعني ما نشيلش هم يا كابتن عمرو؟ قال لي ما تشيلش هم، احنا متكلمين مع وزاره الشباب والرياضه. يعني اتكلم معاكم في مبلغ معين ولا لا؟ لا خالص، ما المبالغ دي احنا محاسبينها. احنا حاسبين انت عاوز كل ماتش على الاقل الاشتراطات دي على الاقل 20000 جنيه، شويه كمامات وشويه كحول واحتياطات امنيه واحتياطات صحيه والحاجات دي كلها. 20000 ايه ده؟ احنا ساعات بال 20000 دول التعقيم والكلام ده، التعقيم والحاجات دي حاجات مكلفه. فهو الاستاذ عمرو بصراحه وعدني ان هو هيتكلم مع وزير الشباب والرياضه ووزيره الصحه عشان يوفروا لنا الحاجات دي. تمام. حتى المستشار محمد المستشار الطبي للاتحاد لما اتكلم برضه وقال شرح كيفيه التعامل مع المرحله الجديده من الناحيه الصحيه، قلت له يا ريت الحاجات دي كلها اللي انت بتشرحها لنا، احنا رؤساء انديه ونواب واعضاء مش هنعمل الحاجات دي. انا اتمنى ان انت تعمل يا اما كونفرنس، يا اما تعمل فيديو، يا اما تعمل اجتماعات مع دكاتره الانديه عشان تشرح لهم ده، لان هم اللي هينفذوا مش احنا. احنا الحاجات دي احنا بنعرفها من باب العلم بالشيء، لكن مش احنا اللي هنتابعها. صحيح، الناس اللي في المرض. فوعدني بالفعل، وعدني ان هو هيعمل الحاجات دي وهيعمل تواصل مع الانديه عشان يجمعوا الدكاتره والمسؤولين الطبيين بتوع الجهاز الطبي وهيعملهم شبه دوره صغيره عشان يفهمهم الوضع ازاي. واحنا الحمد لله ده اتشال من عندنا. قلنا له طب الحمد لله ده هم واتشال. كويس. طب الفلوس بقى؟ الفلوس كام بقى؟ انا عشان اروح العب مباراه طبعا انت بتقول لي كل لاعب يلعب يقعد في اوضه لوحده. اروح اجيب عربيتين اتوبيسين للعيبه عشان التباعد. طبعا وهجيب اتوبيس صغير للجهاز الفني. اذا كنت انا بجيب اتوبيس بالعافيه في الامور العاديه. بجيب اتوبيس بالعافيه. خلينا نتكلم بواقعيه عشان خاطر لا احنا بنتكلم احنا نفسنا المنظومه تنجح. لان المشكله دي من بدري اصلا واحنا الدنيا عادي. دلوقتي المفروض الطقطقين يعني. فهو برضو وعدني ان يبقى في دعم. قلت له خلي بالك الدعم وحده لا يكفي، لان احنا الدعم اللي احنا كنا نستحقه قبل مرض كورونا ما خدناهوش. فما بالك بعد المرض؟ ما طول عمره طول عمر اتحاد الكوره كده، ناخد جزء يدينا يفتح الحنفيه سنه ويفضل يفيدها لحد بقى جمعيه عموميه غير عاديه، قرار عاوز يمرره مش عارف. خلاص بقى العصر ده انتهى، معلش خلاص العصر اللي فات ده انتهى. تمام.
يعني كلنا اتعلمنا، والجمعيه العموميه بصراحه يعني يعني خلاص عرفت حقوقها، وكل رؤساء الانديه ومجالس الادارات عرفوا ازاي ياخدوا حقوقهم، لان خلاص بس خلي بالك هم هم اللجنه الخماسيه ما عندهاش مصلحه يعني في الاخر. بص يعني هم شخصيات محترمه جدا، يعني هم هم جايين لوقت معين وخلاص. بص انا مش عاوز اقول لك، انا يعني انا في يوم من الايام ظلمتهم، وانا بعترف على الهواء ان انا ظلمتهم وما اديتهمش قدرهم بالشكل الكافي، لكن النهارده فعلا وانا قلت له، قلت للبشمهندس عمرو، قلت له بصراحه انتوا السبب، انتوا اللي عملتوا فاصل بيننا وبينكم. كان المفروض من بدري يقعدوا معاك وتتكلموا. هو يقول انا مش بحب برد، ما بتحبش ترد ازاي؟ ما انت لازم ترد عشان توضح. انا عندي سؤال. خلي بالك الزو...